علماء من جامعة في تايلاند عن تسجيل أول حالة لإصابة إنسان بعدوى فيروس كورونا من حيوان أليف. فقد ظهرت لدى أب وابنه يقطنان في بانكوك أعراض كوفيد-19، حيث ظهرت ونقل إلى المستشفى، ونقلت قطتهم إلى عيادة الطب البيطري لفحصها. وعندما حاول الطبيب البيطري أخذ مسحة من القطة عطست بوجهه، وأظهر الاختبار أنها مصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. وبعد مضي أسبوع، ظهرت عند الطبيب أعراض إصابته بمرض كورونا، وقد تأكد انتقال العدوى من القطة إلى الطبيب البيطري. وأكد التسلسل الجينومي أن القطة وأصحابها والطبيب البيطري أصيبوا جميعا بنفس النوع من الفيروس التاجي المستجد. ويؤكد الخبراء على أن خطر انتقال العدوى من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان لا يزال ضئيلا، مع أنهم لا يستبعدون ذلك.